بالإجماع صوت مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن نظام العقوبات الإنسانية المفروضة على أفغانستان، وجاء في هذا القرار أن المساعدات الإنسانية التي تدعم الاحتياجات الأساسية في أفغانستان لن تشكل انتهاكا للقرار الذي يحظر توفير الأموال والأصول المالية أو الموارد الاقتصادية للأفراد المدرجين في قائمة الجزاءات المفروضة على أفغانستان منذ عام 1988. إن الولايات المتحدة ترحب بالتصويت على هذا القرار الذي سيمكن المجتمع الدولي من المضي قدما في توفير حزمة كبيرة من المساعدات الإنسانية الحيوية والأنشطة الأخرى لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للشعب الأفغاني والأنشطة الأخرى الداعمة لها. بعض أعضاء مجلس الأمن أكدوا أن هذا القرار ليس ترخيصا مطلقا لحركة طالبان كي تفعل ما تريد، بل من الضروري أن تحاسب هذه الحركة عن الأفعال والحالة التي وصلت إليها البلاد. الجدول الزمني يتضمن عاما واحدا لمراجعة الإعفاء لأسباب إنسانية، وهو لا يقصد به بأي شكل من الأشكال أن يكون عاما واحدا من الترخيص لطالبان، كما أنه ليس عاما تعفى منه طالبان من المحاسبة. لقد أظهرت أفعالهم حتى الآن تجاهلا صريحا للمعايير والقيم التي نتمسك بها، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين. وبعد استيلاء حركة طالبان على السلطة هذه السنة، أصبح العديد من الأفراد المحددين في قائمة عقوبات مجلس الأمن مسؤولين عن إدارات حكومية بحكم الأمر الواقع، ما أدى لاستحالة وصول الإمدادات الإنسانية والمالية إلى أفغانستان. يتفق أعضاء مجلس الأمن على أنه من الضروري الوقوف مع الشعب الأفغاني وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إليه، إلا أن الكثير منهم عبروا عن قلقهم من احتمال استعمال طالبان هذه المساعدات لتمويل أنشطة إرهابية، وهو ما يضع الحركة أمام أول اختبار حسب مراقبين. رضا بوشفرة، سكاي نيوز عربية، نيويورك.